من أعلام الحركة الوطنية المغربية اللي ظهرت في القرن 20، اسمه اقترن بتطور الصحافة الوطنية بعد ما بصم صاروا فيها بداية بمجلة مغرب ثم بجريدة العالم، كما ارتبط اسمه بحزب الاستقلال، بل كان واحد من مؤسسيه. هو رجل حول الوهم اللي كان في نظر البعض مستحيل لواقع ملموس ترجمه بهندسة وثيقة 11 يناير 1944. إنه رجل الدولة وأول وزير خارجية في تاريخ المغرب، أحمد بلافريج. تزاد أحمد بلافريج يوم 5 دجنبير من سنة 1908 في مدينة الرباط، كينتمي الأسرة من نخبة الرباط واللي كانت كتنحدر أصولها الأسرة أندلسية. هاجرت رفقة مجموعة من الأسر نحو المغرب بعد سقوط الأندلس، وأصلهم من الموريسكوس ديال الأندلس. هاجروا في القرن 17 وجاو مع الأفواج الأخيرة ديال الموريسكوس واللي استقروا في الرباط. الانتماء الثاني إذا شئنا هو لعائلة أخرى زائد عائلة بلافريج، هي لعائلة أخواله، فوالده هو عبد السلام بلافريج ولكن أمه هي السعدية قسوس. قسوس كذلك هي عائلة من الأعيان الذين لهم باع ولهم وزن في هذه المدينة. إذن فبالنسبة لبلافريج هو نتاج أسرتين رباطيتين. تربى أحمد بلافريج في كنف أسرته إلى حين بلوغه 12 سنة من العمر، ومن بعدها غيتوفى الأب والأم ديالو، وهنا الخال ديالو محمد قسوس غيقوم بتبنيه وبتربيته والتكلف بكل احتياجاته. فكانت بداية دراسة بلافريج بمدرسة أبناء الأعيان باب العلو، ومن بعدها تابع دراسته الإعدادية والثانوية بمدرسة المسلمين اللي أصبحت كتحمل اسم مدرسة مولاي يوسف. وبالرغم من أن الدراسة في عهد الاستعمار كانت جد صعبة، إلا أن بلافريج استطاع يجتازها بامتياز. بعد الدراسة في مدرسة مولاي يوسف غيلتحق بلافريج باريس واللي حصل فيها على البكالوريا الفرنسية، ومن ثم غيختار يدير الدراسات العربية الجامعية بالقاهرة. وعندما أتحدث عن القاهرة خلال عشرينيات القرن وثلاثينيات القرن العشرين، القاهرة قاهرة المهيز للنهضة الفكرية والثقافية الهائلة التي كان يعرفها المشرق العربي والتي انطلقت في الحقيقة قبل هذا التاريخ، يعني منذ القرن 19. كان له شرف تعرف على أسماء كبرى في هذا الباب من خلال الإنتاجات الثقافية والفكرية لقاسم أمين، لمحمد عبده، لرشيد رضا ولغيرهم من أعلام اليقظة الفكرية في المشرق العربي. صح أن الكثير من هذه الأسماء كانت قد فارقت الحياة، ولكن تأثيرها الثقافية كانت موجودة داخل أو بين أوساط النخب المثقفة في مصر. فإذا الكتابات الأولى لحركة النهضة الثقافية التي عرفها المشرق العربي في هذه المرحلة تعرف عليها أحمد بلافريج، وهذا سيخلف مجموعة مؤثرات على شخصية الرجل عندما عاد إلى المغرب وشرع في إصدار مجموعة من كتاباته، سواء في أعمال مستقلة، كتابات مستقلة، أو في إطار الكتابات الصحفية بالعربية وبالفرنسية. في خلال فترة حرب الريف اللي كان كيقودها محمد بن عبد الكريم الخطابي، صبح حلم التخلص من السيطرة الاستعمارية كيكبر يوم عن يوم عند الشباب المغربي، وبلافريج واحد منهم. فقرروا إتمام عمل محمد بن عبد الكريم الخطابي، والبداية كانت بتأسيس جمعية ثقافية كان عندها بعد سياسي، أولها جمعية أنصار الحقيقة سنة 1926. هذه الجمعية شارك في تأسيسها مجموعة من شباب الوطنية الذين كانوا إما من الرباط أو يتابعون دراستهم بالرباط أو لهم علاقة بالشباب الموجود بمدينة الرباط. فالجمعية ضمت عناصر من تطوان، ضمت عناصر من فاس، ضمت عناصر من الرباط ومن سلا. بلافريج كان ضمنهم. كان مشى واحد الوفد من تطوان، فيه الحجة محمد بن نونة، فيه الطيب بن نونة، فيه الأستاذ داود. هادو مشاو وعملوا اتصال مع رجالة الحركة الوطنية في الجنوب. فواحد اللقاء يسمعوا أمام واحد المدفع. أولا حلفوا على المصحف، ثانيا خطوا صورة، صورة تاريخية من أجمل ما يكون في حضارة رمزية مطلقة، فيها أولا حاشم بلافريج تتصافع تسلم على الحاشم محمد بن نونة باش يبينوا بأن الحركة الوطنية في البداية ديالها موحدة، وفي نفس الوقت كاين أحد الأعضاء ديال هاد اللي مضاو على تأسيس هذه الجمعية
حات سبعوا على المدفع وقالوا أنه الاستقلال لن يتم إلا بهذه الطريقة. الاستقلال يؤخذ ولا يعطى. الاستقلال لازم ندفع عليه والدفاع عليه سيكون بكل الوسائل بما في ذلك هذه الوسائل هذه الوسيلة اللي إحنا الآن مجموعين أمامها. ولكن الحاجة اللي خصني نقول هي هذه أهم اللي غنقول على هذه الجمعية هي جمعية سرية. في نفس السنة وبعد تأسيس جمعية أنصار الحقيقة غيقوم بلافريج رفقة مجموعة من الوطنيين بتكوين الخلية الأولى للحركة الوطنية وكانت الانطلاقة ديالها ببيت خالو محمد قسوس بحي الليمون بالرباط. يقول أحمد بلافريج في مذكرته الخاصة بأنه اجتمع مع الخلية أو كون الخلية الأولى للحركة الوطنية يوم الثاني من غشت 1926 وهذه الخلية الوطنية يمكن القول بأن من أعضائها علل الفاسي ومحمد الناصري ومحمد بن الحسن الوزاني وبعض الشباب من الراعي الأول للحركة الوطنية. الراعي الأول للحركة الوطنية كما ذكر أحمد بلافريج في مذكراته هذا الراعي كان متأثرا بالأفكار التي ظهرت في الشرق العربي. بعد تأسيس أول خلية بمنزل خالو محمد قسوس اللي كيتواجد بحي الليمون غيقرر بلافريج سنة 1927 الالتحاق بفرنسا وهذه المرة لمتابعة دراسته بجامعة السوربون رفقة مجموعة من الشخصيات المغربية اللي غتصبح فيما بعد الأعضاء الأساسية المكونة للحركة الوطنية. اختار موضوعا لإنجاز دبلوم دراسات العليا ودبلوم دراسات العليا آنذاك كان يعتبر شهادة جامعية راقية في جامعة السوربون. اختار موضوع القرصنة بين الضفتين الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وفي تقديمه لهذه الأطروحة التي نالها باقتدار كبير أشار واحد موضوع أساسي قال أننا نعرف جيدا تفاصيل ما يسميه الأوروبيون بالقرصنة الإسلامية ضد الأوروبيين أو ضد المسيحيين واللي نسميه في التراث العربي الإسلامي باسم حركة الجهاد البحري حيث نجد تفاصيل كثيرة في الكتابات الفرنسية الإسبانية الألمانية الإنجليزية إلى غير ذلك ولكن الأوروبيون لا يعرفون أي شيء عن عمليات القرصنة التي قام بها الأوروبيون في المجال البحري المغربي أو الإسلامي عموما عمليات القرصنة التي قامت بها السفن الإسبانية والإنجليزية وغيرها والرأي العام الأوروبي لا يعرف أي شيء تقريبا في هذا الباب ووضح ذلك في تقديمه لأطروحته أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعله يختار البحث في هذا الموضوع واستدل على واحد كتاب كان آنذاك لازال مخطوطا لمحمد بن عثمان المكناسي اللي هو سفير مغربي آنذاك كان قد توجه إلى أوروبا لطرح البحث في قضية الأسرى المغاربة الذين كانوا موجودين في الدول الأوروبية وهذا الكتاب تحت عنوان مثير الإكسير في فكاك الأسير وأنجز أطروحة جامعية هي الأولى من نوعها يجب أن نعترف بذلك وعلاش كنأكد على هذه النقطة بالذات لسبب بسيط فقط لأنه عندما نتحدث عن أحمد بلافريج نستحضر زعيم سياسي الأمين العام لحزب الاستقلال ورجل المناضل الوطني رائد الدبلوماسية المغربية آخره ولكن لا نتحدث عن أحمد بلافريج الباحث الجامعي الباحث الأكاديمي وهذه مسألة لا بد أن نؤكد عليها في هذا الباب. في هذه الفترة بالضبط أي أثناء التحاقه بباريس غيربت بلافريج علاقات سياسية وطيدة مع الخلايا الوطنية بالشمال المغربي من خلال مراسلات متواصلة مع قادة الحركة بتلك المنطقة وهذا الشيء اللي غتوضح لنا حسنة داود عن طريق المراسلات اللي ربطت بلافريج بالأب ديالها المقاوم محمد داود. أجد من بين الوثائق التي عثرت عليها في مكتبة والدي الأستاذ محمد داود رحمه الله أجد مراسلات بينهما قد ابتدأت منذ سنة 1927 يعني قبل أن يكمل 20 سنة من حياته فهذه العلاقة كانت علاقة الشباب الناهض المتنوع الذي يعمل عن وعي سياسي مبكر وعن إدراك لأحوال هذا البلد
هذه الأحوال التي كان هؤلاء الشباب لا يرضون بها، وكانوا يعملون من أجل تغييرها. ارتبط بلافريج بعمل الخلايا الوطنية المغربية وبالديمقراطية الأوروبيين من فرنسا أثناء دراسته بها، وقام أيضا بالمساهمة في إنشاء جمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين سنة 1931، كان الهدف منها خلق علاقات نضالية في باريس بين المغاربة والجزائريين والتونسيين. مرة أخرى بصمت أحمد بلافريج كانت واضحة داخل عمل هذا الإطار. الإطار ما كانش إطار نقابي، لم يكن إطار النقابي المفهوم النقابي المحض الضيق أو الحصري الضيق، ولكن هو كان إطار للتعبئة السياسية بالدرجة الأولى. فمثلا من القرارات التي كانت اتخذت هو رفض منح العضوية داخل هذه الجمعية لأي طالب مغاربي تجنس بالجنسية الفرنسية، وهذا الاقتراح كان ديال أحمد بلافريج وتم تبنيه، وطبعا حال اعتبر أن الحصول على الجنسية الفرنسية نوع من خيانة القضية الوطنية، وبالتالي كان قرارا يعكس البعد الوطني في عمل هذا الإطار. الكثير من المبادرات اتخذتها هذه الجمعية، وهي على كل حال معروفة، وأحمد بلافريج كان فاعلا فيها. من مظاهر التعاون التي كانت بين الأستاذ بلافريج والأستاذ داود مثلا مسألة طبع نشرة هذه الجمعية. هذه الجمعية كانت تطبع أو تصدر نشرة للتعريف بأنشطتها، فكانت هذه النشرة ترسل موادها من فرنسا إلى تطوان، وكان الأستاذ داود يتولى نشرها طبعها وتصحيحها وإرجاعها إلى فرنسا. بعد إصدار الظاهرة البربري بتاريخ 16 ماي 1930، أسس بلافريج رفقة المؤسسين الأوليين للحركة الوطنية كتلة العمل الوطني كرد فعل على سياسة فرق تسود اللي أرادت الإدارة الفرنسية نجاحها من خلال الظاهرة البربري. وبعد زيارة تاريخية سنة 1930 لشاكيب أرسنة للمنطقة الشمالية، غتوطد علاقته أكثر بالحمد بلافريج اللي كان سبق له اللقاء به في باريس وسويسرا. وفي هذه الزيارة غتعطى الأسس الأولى لإنشاء الحركة الوطنية بالمغرب. وفي سنة 1931 غيكلف شاكيب أرسلان أحمد بلافريج بمساعدة إخوانه في المنطقة الشمالية لكتابة مطالب الأمة اللي غيتم رفعها للجمهورية الإسبانية اللي تشكلت حديثا. وبالفعل لعب بلافريج دور مهم في تحرير هذه المطالب. وبما أن بلافريج هو اللي كان من الناس اللي وضعوا أسس الصحافة الوطنية في المغرب، فهو كان من بين الأشخاص اللي كيحثوا على إنشاء مجلات لإيصال القضية المغربية وتنوير الرأي العام، والبداية كانت من الشمال مع محمد داود سنة 1932. الأستاذ أحمد بلافريج كانت له علاقة وطيدة جدا مع الأستاذ داود فيما يتعلق بإصدار الصحافة عموما، كان يشجع على إصدار الصحافة، وكان عندما أسس الأستاذ داود مجلة السلام سنة 1933 كان الأستاذ أحمد بلافريج من الكتاب فيها، وكان من مشجعيها، وكان من مشجعي الناس عموما على اختنائها وعلى الاشتراك فيها. فهذا إذن يعني موضوع متواصل، أو يعني التعامل فيما يتعلق بالصحافة بصفة عامة. سنة 1932 فكر شاكيب أرسلان أن أحمد بلافريج مؤهل لإنشاء مجلة، لأنه كان كيشارك بكتاباته في مجلة لاناسيون أغاب الشهرية واللي كان كيصدرها مع إحسان الجابري في جنيف، وهنا شافوا فيها الرجل المناسب اللي يمكن له إنشاء مجلة مختصة بقضايا المغرب وتسمات مجلة مغرب. وبما أن إنشاءها كان مستحيل في باريس، فاستعنوا بروبير جون لونغي حفيد كارل ماركس لإصدارها، فكان هو رئيس تحريرها، وكان أحمد بلافريج ومحمد بلحس الوزاني من كتابها. فكان الاقتراح هو إنشاء مجلة تقوم بنفس الوظيفة، ولكن هذه المرة موجهة للمغاربة، وتم الاتفاق على اختيار اسم مغرب. والمخاض للنشأة تلقت فيه أطراف كثيرة، فهذا المشروع كيتطلب مبالغ مالية ضخمة. لما انتخلت الدراسة وجدوا أنه مش يكلفهم 5000 درهم شهريا كل عدد،
والمجلة مستكون مجلة شهرية. فالحاج أحمد بارفريج وخا الأمير شكيب أرسلان تبنى معهم الفكرة ودافع عليها وقنع مجموعة من الفرنسيين ومن الأسبان أنهم يتبنوا معهم هذا المشروع هذا. ولكن الموضوع ديال الفلوس والموضوع ديال المال هذا كيتطلب واحد التضحية. فالحاج أحمد بارفريج قال أنه مستعد يضحي بالثلث ديال المبلغ اللي كيتوصل به من خاله في شهريا من المغرب. والحاج أحمد مكوار قال أنه مستعد يساهم بالنص ديال القيمة. واتصلوا بالحاج عبد السلام بن نونة باش يساهم حتى هو في الموضوع. وفعلا الحاج عبد السلام بن نونة حتى هو ساهم بالمبلغ اللي تقرر اللي هو النص الثاني. بعد إصدار مجلة مغرب وترويجها الأفكار الوطنية من خلال مقالات لأعضاء من الحركة الوطنية، تم القيام بمنع العديد منها من ولوج التراب الفرنسي، وكان من بينهم أحمد بلافريج ومحمد الفاسي ومحمد بن الحسن الوزاني. الناس كيفكروا ماشي يعملوا مجلة ضد فرنسا. طلبة كيشتغلوا في السياسة، طلبة كيهتموا بهذه السياسة ضد فرنسا، اش تحبهم يعملوا؟ تما جينا عندي نداري تعاربني واش باش نسلم عليك؟ نحاول نمنعك، ولكن ما استطاعوش يمنعهم لأنه كانوا عندهم ناس اللي عندهم نفوذ في فرنسا وكيعطفوا عليهم وكيدفعوا عليهم، فلذلك عمر ما استطاعوا أنهم يمنعوهم. استمروا في العمل ديالهم، وخرجت المجلة وكانت كتهاجم الفرنسيس، وبحيث أنهم هنايا في فاس الحاكم العسكري الجنرال العسكري فاس منع المجلة ما تدخلش، وقال أنه كل واحد جبرنا عنده هذه المجلة سنحاكمه أمام المحاكم العسكرية، بحيث المجلة كانت كتعمل لهم واحد الضجة وكانوا كيخافوا منه لأنه كتفضح لهم العراير ديالهم. فلذلك المجلة لعبت واحد دور كبير واللي قاموا بها طلبة. على حسب أقوال أنيس بلافريج، فبناء مدرسة محمد قسوس اللي كتتواجد بحي الليمون بالرباط كان حلم خال أحمد بلافريج محمد قسوس، لكن هذا الحلم غتواجهه معارضة قوية من طرف إدارة الحماية الفرنسية بالمنع، الشيء اللي اضطروا لبذل جهود كثيرة واللجوء للحكومة الفرنسية واستعمال كل وسائل الضغط القانونية والسياسية، وتدخلوا كثير من معارف الفرنسيين في باريس لإنزام السلطات الإدارية الفرنسية بالتراجع عن قرارها بالمنع. الإدارة الفرنسية الحماية رفضوا الإذن باش تفتح المدرسة، عملوا شي أعذار واهية باش قانونية أو غيرها، ولكن هو استطاع كيطالب ومشى حتى لفرنسا وعمل تدخلات كبيرة، وكان عنده أصدقاء فرنسيين اللي دخلوا ديال الحكومة الفرنسية بنفسها وبينوا لهم بأنها من المصلحة هذه مدرسة غادي تعلم التلاميذ، يعني ما فيها شي حاجة ديال ضد فرنسا. وكان تدخل ديال وزارة الخارجية الفرنسية وعطت الأوامر باش سمحوا بالإذن، ومع ذلك بتلكؤ. الواقع باش عطى الاسم ديالها قسوس هو أن خاله يعني قسوس كان هو اللي تكفل بالتربية ديالو، لأن توفى الوالد ديالو وكذا، وخلاه هو اللي تكفل بالتربية ديالو بالقراءة ديالو دراسة ديالو، وخلى له هذاك الميراث، كانت أرض مهمة تما، يعني أراضي ماشي يعني بنا فيها حتى المنزل ديالو كان في واحد الجهة تما في ديك الجهة. فبدل ما يعمل تجارة بهذاك الميراث ديالو يعمل شي حاجة اللي فيها ميزو، فكر أنه يعمل مدرسة، يعني وهذه مغامرة. هذه المدرسة يقول عنها الملك الحسن الثاني رحمه الله، يقول: أحس أحمد بلافريج أن الوعي لن يتأتى إلا بنشر التعليم العصري المرتكز على قيمنا الدينية وتقاليدنا المغربية والانفتاح على حضارة المحتل وتعلم لغته ومعرفة مواطن قوته وضعفه، فأسس مدرسة لإعداد أطر الاستقلال. بعد افتتاح المدرسة غادي تكون معلمة بالنسبة لمجموعة من الآباء اللي قرروا إلحاق أبنائهم بمدرسة وطنية حرة هي الأولى من نوعها بالمدينة في تلك الفترة. محمد توفيق القباج كان من الفوج الأول اللي تخرج من هذه المدرسة،
واللي باقي كيحمل في ذاكرته اليوم الاول افتتاح هذه المدرسه. بالنسبه لي كانت شيء اذكره، انا عندي 5 سنوات الان، يعني الغريب انه كان بقى الصوره بقى واضحه. كان طبعا المدرسه كان منتظر ان تفتح في اوائل اكتوبر من 34، وكانت المدرسه باقا في طول الانجاز، ما تمتش تماما، ولكن الحظ ساعد الاستاذ بالافريش باش واحد البيت ديال الغنام كان بجانب المدرسه، ومن حال الاستاذ باش يمكن له يفتح الدراسه في ديك السنه وما تضيعش السنه. يعني من الشيء اللي يعني يذكره هنايا هو انه كان بعض التلاميذ اللي ما عندهمش، كانت عائلات اللي ما عندهاش الامكانيات، كان ساعدهم ما كيأديوش يعني مجانا، كان كيساعدهم او كيساعد البعض اللي كانوا يمكن يعطيهم بعض المساعدات. فما كانش شي مساله ماديه، مساله عمل وطني صرف. واستمر على هذا الحال يعني من حتى كبرت المدرسه، ولات عندها واحد صيت كبير. وكان الفرنسيين كينزعجوا من هذا، سميتو كان واحد مدير ديال التعليم في التابو، وكان واحد رئيس الناحيه بونيفاس مشهورين، كانوا ضد، كانوا كيحاولوا يعرقلوا المدرسه وكيشوفوا انها عندها نتائج طيبه. هذه الأخيرة اللي تمكن فيها أحمد بالافريج من تطبيق فلسفته التعليمية، وهي التعليم المزدوج والتعلم لغة المستعمرة لفهم أفكاره وتكوين جيل وطني يحارب من أجل القضية المغربية. أكتوبر 1937 مشى أحمد بالافريج من طرف رفاقه من الحزب الوطني لجلسة نبض الحكومة الفرنسية الجديدة. بطبيعة الحال الأمر كان كيخص نظرة الحكومة الجديدة للقضية المغربية، خصوصا أن الوطنيين كانت أمالهم كبيرة وأن مشكلة الاحتلال تقدر تلقى حل نهائي. كانوا تأملوا أن هذه الجبهة نظرا لكونها من اليسار وكذا مش تعطي حريات ومش تعطي مش تعترف بحقوق المغرب اكثر من اليمين ومن الناس اللي سبقوا. الوليد مشى عندهم، لكن كانت خيبه امل، لان الاتصالات اللي دار مع الحكومه الفرنسيه ما عطات حتى حاجه، كان لقى تقريبا باب مسدود ووجهه ب طماطول، وبانه القضيه ديال المغرب ماشي في الاهتمامات ديك الساعات ديال الحكومه، وبالتالي هاد الاجراءات ديالو تزامنت مع الحمله ديال القمع ومع الاستحاله ديال يدخل البلاد. هو اللي خرج من البلاد باش يغيب 10 ايام، صدق محصور في فرنسا، والأخطر من ذلك ما كانش عنده الحوايج، ما كان عنده الوسائل لا والو، تصاب مرض السل. ما بين سنة 1937 و 1938 تصاب أحمد بالافريج بمرض السل، وفي ديك الفترة كان كيتعتبر من أخطر الأمراض لأن العلاج ديالو كان صعيب. وهنا غيتدخل على الخط شكيب أرسلان لأخذه من فرنسا إلى سويسرا للعلاج. كاين رسائل ما بين الامير شكيب ارسلان ورجاله الحاج عبد السلام بنونه، كان مات، كان توفى في ذيك الوقت هذاك في عام 38 و39. فكاينه رسائل من الامير شكيب ارسلان من رجاله الحركه الوطنيه وخصوصا الحاج محمد بنونه والاستاذ طريس اللي كيقول لهم انه الحاله الحاج محمد بالافريج تدعو الى القلق، وانه لازم يدخل المغرب في اقرب وقت ممكن قبل ما يفوت الوقت. فكانوا كيفكروا يسيفطوا الحاج محمد بن نونه باش يجيب مع باش يجيبوا ويجي يدخلوا المغرب. فالامير شكيب ارسلان احتضنوا واهتم به، ويعني عطاه الوسائل كلها باش يشوف الطبيب وباش الطبيب يدخلوا المستشفى
دخلوا للمستشفى داروا له عمليه اللي ديك الساعات كانت خطيره لان فتحوا له صدره وبتروا له ريه من صدره وتحكي انه قلبه توقف حين العمليه وكانوا تيقولوا صافي بلاش توفى لولا العنايه الالهيه يعني جاوا بجميع الوسائل حاولوا يديروا له الانعاش وعاود بدا تيخدم قلبه بقى 6 شهور متواصله في الفراش وكيحكي لنا ان النهار اللي بغى ينوضوه ما قدرش يوقف نظرا لان العضلات ديالو كلها تلاشات. الوقت اللي اندلعت الحرب العالميه الثانيه كان احمد بلافريج كيتابع تفاصيل هذه الحرب مباشره من سويسرا، فكان كيقوم باتصالات متواصله باش يلقى الفرصه المناسبه للقيام بخطوه مهمه من اجل مناهضه الاستعمار الفرنسي. وهنا جات الفرصه باش تقوم الحركه الوطنيه من خلال وفد انضم اليه بلافريج لاستماله دول المحور، لكن النتيجه في الاخير هو عدم انحياز لحتى شي طرف. هذا الشيء غيجعل بلافريج سنه 1942 يرجع لمدينه الرباط بعد ما تصدر الميثاق الاطلسي اللي كيقرب حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا الحدث أعطى أمل لأعضاء الحركة الوطنية ومن بينهم بلافريج على أنه يمكن يتم تحقيق تحول جذري لمصير المغرب. وهنا غيعمل بلافريج من أجل تطوير الحزب الوطني لحزب الاستقلال، خصوصا أن مسؤولية الحزب كانت كلها على عاتقه بعد ما تم نفي علال الفاسي للغابون. في 10 ديسمبر 1943 أسس أحمد بلافريج حزب استقلال هنا في منزله بحي الليمون. هذا المنزل بطبيعة الحال الآن تحول إلى عمارة. الملك الحسن الثاني رحمه الله يقول ولدت فكرة المطالبة بالاستقلال وكان الحاج أحمد بلافريج من أبرز مهندسيها ومحرريها بما أوتي من ساعات اطلاع على القانون الدولي وعلى ما يجري خارج المغرب من أحداث. الحزب الاستقلال الجديد مبني على قانون تأسيسي، نظام داخلي، خلايا، لجنة سياسية اللي كتحكم اللجنة التنفيذية، إذن عنده تنظيم عصري وقوانين ديال الانتخاب اللي كيتجعل هي اللي كتنتخب الممثلين الى اخره. فهذا حزب اللي في الواقع حزب جديد، وتاسسوا للهيئات ديالو، الهيئه التنفيذيه، الهيئه ديال الجهويه الى اخره. وهذا الحزب انتخب الوالد ديالي امين عام. بما أن بلافريج كان الرجل الأساسي في تلك الفترة، رفقة نائب محمد اليزيدي ومدير الحزب المهدي بن بركة غيتجمعوا على مطلب أساسي ومصيري وهو المطالبة بالاستقلال وإعداد وثيقة لذلك. ونقول يعني باش التاريخ أن الحاج أحمد كان هو صاحب الفكرة ديال المطالبة بالاستقلال. يعني كان بعض الوطنيين اللي كانوا كيشكوا في استطاعة مطالبة بالاستقلال، هو كيصر على أنه الحل الوحيد هو المطالبة بالاستقلال. وهذه سمعتها منه أنني أنا كنت شي مرة مشيت مع الوالد دانا لطنجة ومشينا زرناه، كان هو في طنجة مشى يزوره وداني معاه وأنا باقي كون عندي 8 سنين 10 سنين ماشي شي باقي ما كان غير كنسمع الهضرة وكنسمعو كيذكر الكلمة ديال الاستقلال. الآن لدى المؤرخين ولدى الفاعلين الكل يقر أن أحمد بلافريج كان هو المهندس الفعلي لهذه الوثيقة، لأن اللغة التي كتبت بها لا يمكن أن يكتبها شخص غير أحمد بلافريج بتكوينه القانوني، تكوينه السياسي والعلمي. اللغة انتقيت بعناية فائقة. أكثر من ذلك، أحمد بلافريج كان مكلفا بالتنسيق مع السلطان محمد بن يوسف، وقبل صياغة النص النهائي، الآن اتضح الأمور هذه كشوها الباحث الآن، اتضح أن أحمد بلافريج اتصل بالسلطان محمد بن يوسف وعرض عليه النص. إذن هناك تنسيق واضح جدا ما بين مؤسسة القصر وما بين تنظيمات الحركة الوطنية ممثلة في أحمد بلافريج.
قد تقدم وثيقة الاستقلال بعد ما وقعوا عليها مجموعة من الوطنيين والأحرار، لكن يوم 29 يناير 1944 غتقوم الإدارة الفرنسية بحملات الاعتقال في حق أعضاء حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال وبعض الأحرار. وهنا غيحكي لنا عبد اللطيف جبرو كيفاش غيتعرف على اسم أحمد بلافريج لما كانت كتبحث عليه القوات الفرنسية. كنت ضمن أفراد العائلة نطل من النافذة على الشارع، وكان الشارع وكان في الشارع عدة أوراش لبناء دور جديدة، وكان هناك في مكان من الشارع مجموعة من الشبان أبناء الجالية الأوروبية ممن كانوا يدلون الجنود الفرنسيين على الأماكن التي اختبأ فيها عمال هذه تلك الأوراش، وبعد ذلك يأخذ الجنود هؤلاء العمال ويقودونهم إلى سيارات عسكرية حيث يشحنون لنقلهم إلى مراكز الاعتقال. وقبل أن تقلع أي شاحنة كان ضابط فرنسي ينزل بالسياط على العمال المغاربة ويقول لهم بلافريج بلافريج بلافريج، أي معنى أنكم من أتباع بلافريج وتستحقون الآن المصير الذي ينتظركم. بعد تقديم وثيقة الاستقلال كان بلافريج على يقين بأنه غيتم اعتقاله في يوم من الأيام، فكان دائما على أهبة الاستعداد، وكان اليوم الموعود هو 29 يناير 1944، أي بعد 18 يوم من تقديم عريضة الاستقلال. مثلا الوالد ديالي كان تينتظر ديك الساعات الاعتقال كل نهار من 11 يناير تينتظرهم يجيو ياخدو، وجاو يوم 29 في 3 الصباح داهموا البيت وفرعوا البيبان ودخلوا بقوة باش ياخذوا بالمفاجأة ويحاولوا يلقاو الوثائق اللي هي كتهمهم. إنما الوالد كان مهيئ المسائل فما لقاو حتى وثيقة، كل شيء كان مخفي، وجمعوه هو وداوه بالنسبة للعائلة ديالو ولا بالنسبة للناس كلهم في مكان سري مجهول معروفش فين مدة 6 شهور، وحنا ما العائلة ديالو ولا الناس كلهم ما عارفينش المكان ديالو. المهم الوالد نفاوه الكورسيكا في أظن في أواخر الصيف سبتمبر ديال 44، وبقى تما الفترة الأولى في ظروف سيئة، يعني في زنزانة خشبية بحراسة يعني متواصلة ديال العسكر الفرنسيين، حتى النعاس ما تقدرش ينعس لأن تيديروا له الصداع وداك الشيء، حتى بدات ترخف الأمور شوية بتوازي مع كون ديك الساعات بانت بوادر انتصار الحلفاء. بعدنا في بلافريج الجزيرة كورسيكا تم الاعتداء على مدرسته بتعطيل الدراسة واحتلالها من طرف القوات العسكرية الفرنسية. سنتين من بعد أي سنة 1946 تم فتح قنوات الحوار مع كل من السلطان محمد بن يوسف وزعماء الحركة الوطنية وتعيين أريك لابون كمقيم عام مدني، فبدأت قوات الحماية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكان من بينهم علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وحمد بلافريج اللي غيواصل العمل في داخل حزب الاستقلال. والبداية كانت بضرورة إصدار جريدة ناطقة باسم الحزب بشكل يومي، لكن فكرة الإصدار بشكل يومي لقات الرفض من طرف أعضاء الحزب، إلا أن إصرار أحمد بلافريج غادي يخلي الحزب يرحب بفكرة جريدة يومية وتحت مسؤولية بلافريج الكاملة. وهنا تم اختيار عبد الجليل القباج مدير للجريدة. كان الوالد رحمه الله كان هو طبعا من وقع العريضة الاستقلال وطردوه من الوظيفة، مشى يعمل عمل حر شي متجر من فدا. واحد النهار جا عنده المهدي بن بركه وقال له قال لك الحاج احمد قفل هذا المتجر، ودابا عندك مهمه وطنيه تقوم بها هي اصدار جريده وطنيه اسمها جريده العالم
وهذه فهمت كامليه. طبعا كانت الاجراءات هي صعبه بحال القضيه ديال المدرسه، كان نفس الشيء بالنسبه للجريده، ماشي بسهوله باش سمحوا الفرنسيين باش تخرج الجريده، وخرجت بواحد كيفيه بسيطه، ولكنها كانت بالنسبه للمغرب واحد بحال انفراج، يعني الناس كيعطلوا على اشياء الوطنيه الحقيقيه. طبعا كانت المراقبه كتعمل عملها في الجريده، كيجي المراقب ويشوف شنو المواد، واش المواد صالحه ولا ماشي صالحه، وكيحذفوها. ولكن الطريقه اللي عملوه في الجريده انه ما كانوش يعمروا المحل، كيخليوا المحل فارغ، كتخرج جريده فيها محلات بياض. صحيح أن عبد الجليل القباش كيعتبر مدير الجريده في البدايه، ولكن المهندس والمخطط والمنظر للمسار العام للاعلام الحزبي التابع لحزب استقلال الانتاج لم يكن غير احمد بلافريج، وهذا امر واضح ويقره الجميع ويشهد به الجميع. فاذا جريده العالم احدثت تحولا جديدا، قادت قافله التعبئه من اجل المبادئ الكبرى الحركه الوطنيه، قادت مسار التحديث، انفتحت على اوسع النخب المجتمعيه، انفتحت على العالم، واصبحت بالفعل ليس فقط نسالا لحزب الاستقلال ولكن لكل تلاوين الحركه الوطنيه المغربيه خلال هذه المرحله. كتم انطلاقا من مدينه طنجه اللي تقترح يتم فيها انشاء بنك المغرب باش يجري تسهيل عمليه تحويل المبالغ الماليه للوطنيين بسهوله. وكان طنجة هي نقطة الانطلاق لبلافريج للقيام برحلات للعديد من الدول الأوروبية، منها محاولة جس نبض ألمانيا، محاولة جس نبض الحكومة الفرنسية، وأيضا رحلات متواصلة سويسرا وإسبانيا وغيرها من الدول. وبطبيعة الحال الهدف هو إيصال القضية المغربية لهيئة الأمم المتحدة. فهذه السنوات هذه كلها كانت تثير القضية أنه يثار قضية المغرب، ولكن كانت دائما مماطلة، وكانت فرنسا كتلعب الدور ديالها، والأصدقاء ديالها كيتعاطفوا معها، مرات كيتعاطفوا معها ومرات كيكونوا ساكتين. فلذلك ما أثيرت هذه القضية ديال المغرب في هيئة الأمم المتحدة حتى عام 2005، تمشى الحاج حماد، وحتى كانت الجماعة معه كان الدكتور المهدي بن عبود، ومعه كان مجموعة من الشخصيات الحركة حزب الاستقلال. وتما تم اقتحام ديال الأمم المتحدة على شكل ذكي، اللي هو ما بغيتيناش ندخلوا كمغاربة، ندخلوا كباكستانيين. يعني كانوا الباكستانيين ديك الساعات الوليد عنده أصدقاء أكثر في الباكستان، اللي كان عاد استقل حتى هو، وعطاه جواز دبلوماسي دخل وتكلم في مجلس الأمن بالجواز الباكستاني باسم المغرب. تما طبعا الممثل ديال فرنسا غضب وانسحب من القاعة. وفي سنة 1955 الأوضاع بالمغرب غتغير وغينتقل الكفاح السياسي لمرحلة جديدة، وهي مرحلة الكفاح المسلح ضد الاستعمار. فما كان لفرنسا إلا دق ناقوس الخطر بسبب تدهور الأوضاع، وتحاول في هذه الفترة تلقى الحل المناسب. إداك اعتبرت باريس أن الموقف جدي في المغرب، وأن الوقت قد حان لإيجاد حل لقضية المغرب. فاتجهت الأنظار الساسة الفرنسيين إلى الحاج حمد بلافريج، وتوصل قصر ماتينيون مقر رئاسة الحكومة الفرنسية بتقرير حول من هي شخصية الحاج حمد بلافريج ومدرى قدرته على التوصل إلى الحلول السياسية مع فرنسا، التي من أهمها عودة المغرب والاعتراف عودة الملك محمد الخامس إلى عرشه، والاعتراف بالسيادة الوطنية واستقلال المغرب. الحاج حمد بلافريج آنذاك قال لهم: إذا أردتم مني أن أعمل في هذا الاتجاه فعليكم أن تطلقوا سراح ثلاث من الزعماء، هما الحاج حمد بلافريج، هما عفوا الحاج عمر بن عبد الجليل وعبد الكريم بن جلول وعبد الرحيم بوعبيد. واتفق وكانت هناك مبادرة لإطلاق الزعماء، ومنهم هذا الثلاثة، هذا الزعماء الثلاث.
وطلبوا من الحاج حمد بأن لا يبقى في نيويورك إذا كان لا يرغب في النزول في التراب الفرنسي، فعليه إما أن يستقر في مدريد أو في جنيف حتى يبقى هناك اتصال مستمر معه، وهذا ما كان بالفعل. أحمد بلافريج لعب دور مهم في تهدئة الأوضاع والبحث عن حل سياسي سلمي رفقة أعضاء بارزين من الحركة الوطنية، والنتيجة كانت في الأخير رجوع محمد الخامس من مدغشقر والحصول على استقلال البلاد.